تصبح على حضراتكم مشاهدينا متابعينا الكرام، صباح جديد بيتجدد معاكم يوميا على شاشة النيل الأخبار. صباح كله تفاؤل، كله أمل، كله طاقة إيجابية على حضراتكم. صباح الإيمان، صباح التقوى والورع. زي ما احنا عارفين امبارح كنا بنحتفل بذكرى مولد الهدى النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، والنهارده طبعا يوم العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي الشريف. يعني زي ما قال المولى عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بنحيي وبنحتفل مع حضراتكم بذكرى المولد النبوي الشريف، طبعا بالإضافة لفقراتنا السابتة معاكم في هذا الصباح. بيكون لينا نظرة على أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة والنشاط والحيوية، كمان معانا نظرة على أخبار المال والأعمال، عالم الأرقام، عالم الاقتصاد. كل دي فقرات ثابتة بالإضافة لحواراتنا معاكم في هذا الصباح، واللي هنفرد فيها بالطبع مساحة للاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وده هيكون تحت عنوان الأزهر، إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بلغات مختلفة. ده شيء طبعا مهم جدا علشان يصل لكل العالم سماحة الدين الإسلامي، وكمان الصورة الحقيقية للدين الإسلامي اللي كله نبذ للتطرف والعنف وكله سماحة ومحبة وسلام. كمان هيكون لنا فقرة حوارية تانية معاكم في هذا الصباح حول وزارة الآثار، وهي بتطلق مرحلة جديدة من مبادرة أصلك أثرك لنشر الوعي بعظمة الحضارة المصرية، وده هيكون بين طلاب الجامعات. دي الفقرات الحوارية اللي هتكون مع حضراتكم النهاردة في هذا الصباح، بالإضافة لفقراتنا وأخبارنا الثابتة اللي بنجيبها لكم دايما مع حضراتكم ومع مراسلين من مختلف الأنحاء بعد الفاصل. مشاهدينا، مولد سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا بنحتفل بذكرى مولده مع حضراتكم هعرض ليكم اسم سيدنا محمد وكمان بعض صفاته الكريمه. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن مهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان، وأمه هي آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن ظهرة ابن كلاب، وتلتقي في النسب مع زوجها عبد الله ابن عبد المطلب في كلاب بني مرة. بعث الله تعالى عز وجل سيدنا محمد طبعا بخاتم الأديان السماوية وهو الدين الإسلامي الحنيف، بعث للناس كافة. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وتربى في بادية العرب، وأرسل الله تعالى إليه بالوحي لما بلغ من العمر 40 عاما، فدعا الناس لعبادة الله في مكة، وبعدها انتقل إلى المدينة المنورة وبلغ رسالته للناس كافة، واكتمل الدين كله قبل أن يتوفاه الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا وخلقا طبعا، عرف بكرمه وإنفاقه في سبيل الله وعلى الفقراء والمحتاجين، كان يؤثر الناس على نفسه. صفات كريمة إذن مشاهدين ومتابعين الكرام يتمتع بها سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلونا نتابع مع بعض الأغنية اللي دايما بنحتفي ونحتفل بيها في مولد سيد الخلق، وهي طلع البدر علي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكأني بالشيماء تغني يوم نصر أخيها.
طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولا كم منا حيارى والتقطنا بالفعل. مشاهدينا، الأمة الإسلامية جميعا بتحيي هذه الذكرى العطرة لمولد النبي سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف. بصبح على حضرتك يا دكتور. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، كل عام أنتم جميعا بخير والعالم كله بصفة عامة والأمة الإسلامية بصفة خاصة. كل عام وحضرتك بخير دكتور عبد العزيز. يعني واحنا بنحيي ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ازاي نستغل هذه المناسبة الكريمة في ان احنا نوصل صورة الاسلام الحقيقية، صورة الاسلام السامحة ونبذ التطرف والعنف؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة ما ذكرتيه حضرتك من الكيفية هو الذي ينبغي أن يكون، وهذا هو أفضل رد على كل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العالم لا يريد أقوالا وإنما يريد أفعالا. فعلى الأمة الإسلامية قاطبة إذا أرادت أن تدافع عن نبيها وأن تظهر مكانته وسموه وعلوه وفضله ورحمته وكرمه وأخلاقه وتعامله مع الآخرين، عليها أن تتمثل ذلك في حياتها اليومية. فعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت السيدة عائشة للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. نعم. معنى ذلك أننا نحتاج إلى أن نكون أمة تجسد على أرض الواقع
الأقوال والأفعال والأوامر والنواهي للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى جوانب العظمة، وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظمة، ولكن ننظر إلى الجوانب المضيئة ونسلط عليها الضوء، وخاصة في بلاد غير المسلمين، كما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالأمس، دعا المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد إلى الاندماج الإيجابي الذي يعني ينظمه ويضبطه القرآن والسنة بين هؤلاء، لأن الإسلام عندما انتشر في شرق آسيا وفي بلاد كثيرة لم ينتشر بالأقوال، وإنما انتشر بأفعال التجار والذين كانوا يخالطون ذلك، عندما رأوا معاملتهم ورأوا عادتهم وتقاليدهم واحترامهم لدينهم قولا وفعلا، دخل كثير من هؤلاء في الإسلام وأعجبوا بهذا الدين الجديد. ولذلك قال السادة العلماء أن فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل، فالأمة تنظر إلى الأفعال. ولذلك الإسلام عندما انتشر في بدايته انتشر بالأفعال، لم ينتشر بالأقوال. ولذلك لو نظرنا إلى سنن الأفعال وسنن الأقوال نجد أن سنن الأفعال هي كثيرة كبيرة وكثيرة، والصحابة كانوا يفعلون قبل أن يتكلمون، فكانت دعوتهم لها أثر كبير على الشريحة المستهدفة للدعوة. أما نحن نتكلم ولا نفعل، ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن هو دور وطني ودور قومي دكتور عبد العزيز، من المجتمع وكل فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات دينية يجب عليها التوعية بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي، وأيضا نبذ التطرف والعنف والمفاهيم المغلوطة لمحاربة ومقاومة قوى الشر والإرهاب. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز النجار، وأنت من أحد علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل تهنئة لكل الشعب المصري على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيها التهنئة لكل الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكد كمان في تهنئته أن الرسول الكريم وذكراه العطرة بتمثل النموذج الأعظم في العطاء الإنساني والمثل الأعلى في النقاء والتضحية والفداء، داعيا الله عز وجل أن ينعم بمزيد من الخير والأمن والاستقرار على مصر وكل شعوب الأمة الإسلامية. أيضا رئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مقاصد الأديان تقوم على بناء الأوطان لا على هدم الأوطان، وده من خلال التيسير وضرورة أنه يكون في وعي مستنير علشان نقدر نقاوم كل فكر متطرف ونقاوم قوى الشر والظلام. ستظل ذكرى مولد نبي الرحمة نبراسا يضيء الطريق أمام الإنسانية كلها، وستبقى تعاليم الدين الإسلامي السمح الذي جاء بها منارة لالتقاء من تفرقت به السبل. وفي أجواء إحياء هذه الذكرى العطرة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمركز المنارة للمؤتمرات. إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف، ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قد قامت على البناء لا الهدم. فهم صحيح الدين وبناء الوعي الرشيد قضايا باتت من أهم أولويات الحفاظ على الدول والمجتمعات في مواجهة معاول الهدم والتخريب، قضايا تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم بأسره. هكذا أكد الرئيس السيسي خلال كلمته بهذه المناسبة. ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين
من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها، مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها. كان الإسلام ولا يزال رسالة تدعو إلى حرية الإيمان والاعتقاد، أما تبرير التطرف ورفض الآخر تحت ستار الدين سيظل عملا محرما ومجرما ترفضه كل الأديان. لذا فإن الإساءة للرسول الكريم تجرح مشاعر ملايين المسلمين في مصر والعالم، كما أوضح الرئيس السيسي. لا يمكن أبدا أن أتصور أن يحمل المسلمين بأوضار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت. أنا بقول الكلام دوت وأرجو أن يصل لكل من يهتم بالوعي والفهم وكمان من يهتم بحقوق الناس. نحن أيضا لنا حقوق، لنا حقوق، فأن لا يجرح، أن لا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أكد أن الدين الإسلامي هو دين التسامح، وأنه في الوقت الذي أدان فيه الأزهر حادث مقتل المدرس الفرنسي فإنه يدعو إلى إقرار تشريع عالمي يدين الإساءة للإسلام والمسلمين. ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل. وأعلن شيخ الأزهر إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق وفضائل الرسول الكريم. يشرفني غاية الشرف أن أعلن عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبالعديد من لغات العالم، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وإسهاماته الكبرى التاريخية في مسيرة الحب والخير والسلام. وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة استعرض خلال كلمته جهود الوزارة في إطار نشر صحيح الدين وتصحيح الخطاب الديني ومواجهة حملات التشكيك والتزييف التي تتعرض لها الدولة المصرية. أعلن عام 2021 بوزارة الأوقاف المصرية عاماً للتثقيف والوعي، إيماناً منا بأهمية قضية الوعي التي تعني الإدراك والفهم. وخلال الحفل كرم الرئيس السيسي عدداً من علماء وشيوخ وزارة الأوقاف لما قدموه في مجال الدعوة وتفانيهم في أداء عملهم. ما أحوجنا أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم في بيته حتى يعود الحب ويعود الوئام إلى البيوت الذي تفتقده في هذه الأيام بعدم اتباعها لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغت مبلغا من السعادة، العجز عن الوصف هو عين الوصف، يعني مهما وصفت من الشعور بالرضا والشعور بالكرم الإلهي من الله سبحانه وتعالى وأن هذا التكريم هو من الله سبحانه وتعالى. أولا نحتاج إلى أن نبرز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم كله، إلى العالم كله ليرى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. النبي لم يولد لكي يوزع أبناءه الحلوى في ذكراه، وإنما ولد لكي نتعلم من ذكراه كل شيء ونبرز هذه الشمائل وهذه القيم للناس. وقد أهدى وزير الأوقاف أحدث إصدارين من إصدارات الوزارة في مجال الدعوة هدية تذكارية للرئيس السيسي.
تحل علينا ذكرى مولد خير الأنام لتشفي صدور قوم مؤمنين وتذكرهم بتعليم الدين السمح الذي جاء به الرسول الأمين، وتذكر الإنسانية كلها بأن المعتقدات والأديان أرقى وأسمى من أن يزج بها في آتون مشاحنات أو مزايدات سياسية مغرضة، فالدين كله لله. على رشوان النيل. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، الدين لله والوطن للجميع، ولسه بنحيي معاكم ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. مشاهدينا، من العصر الفاطمي ومصر تحديدا بتتميز عن كل الدول الإسلامية في طريقة احتفالها بالمولد النبوي الشريف. بتكلم عن حلاوة المولد. حلاوة المولد يمكن هي الدولة الوحيدة اللي بتحتفل بها مصر بحلاوة المولد، موجود في مصر وشعب مصر الكريم. عشان كده كاميرا إنيل للأخبار رصدت لحضراتكم طريقة احتفال المواطن المصري بالمولد النبوي الشريف وحلاوة المولد. تعد عروسة وحصان المولد من التقاليد القديمة المتزامنة مع المولد النبوي الشريف في مصر منذ العصر الفاطمي، والتي استمرت حتى يومنا هذا، وتميز مصر عن باقي الدول الإسلامية في طبيعة الاحتفال. زي كل سنة، وبعدين الأسعار ما غلتش. هي الأسعار، يعني احنا عندنا كيلو يبدأ من 20 جنيه ل 35 ل 40 جنيه من المكسرات، و 45 جنيه يعني تتناول لكل لغاية العروسة الحلاوة والحصان الحلاوة موجودة عندنا. المواطنون أعربوا عن سعادتهم لما شاهدوه من تنوع في المنتجات وأسعار في متناول الجميع على حد قولهم. الأسعار جميلة جدا وفي متناول الجميع عمدا، والحاجة هنا بصراحة الحاجة دوائري ممتازة جدا جدا يعني، والأسعار حلوة قوي يعني. برا بصراحة الأسعار أوفر قوي قوي، عالية جدا، بس هنا الحمد لله لا تمام، والحاجة نظيفة قوي ومتغلفة تمام يعني. والله بسم الله ما شاء الله الأسعار حلوة وجميلة جدا ومتاحة للجميع يعني. هنا هو يعني غير أسعار جوا برضو، في أسعار زيادة هنا، إنما هنا أنا معود هنا بجي هنا كل سنة فباخد حاجتي من هنا إن شاء الله. في كل عام وفي مثل هذا الميعاد تحل ذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا لنحتفل فقط بل لنتأمل في سيرته العطرة وسماحة الدين الحنيف. كل عام أنتم بخير. عمر حمزة، النيل. قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الحقيقة استقبل وفد من ذوي الإعاقة البصرية، وده بمناسبة الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمكفوفين. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. تسابقت كل قطاعات وزارة الداخلية نحو مشاركة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا كل مكان، أنا الهنوة اللي تسمعها ومش محتاج عشانها وتاني. تلك العصا التي تمثل رمزا لقدرة المكفوفين على تحقيق حياة مستقلة، وتمثل عيونهم التي يبصرون بها. لذا أهدى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مجموعة من العصا البيضاء إلى وفد من ذوي الإعاقة البصرية، استقبلهم القطاع للاحتفال معهم بهذا اليوم، مع التأكيد على ما تقدمه وزارة الداخلية من تيسيرات لهم في كافة المواقع الشرطية الخدمية. غير مسبوق لأي وزارة أخرى أن تقوم بهذا الجهد، من إصدار دليل خدمات، من إصدار بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر والأوراق الثبوتية، والحقيقة لبت كل مطالبنا. فمن مقامي هذا لابد وأن أعطي كل ذي حق حقه. وزارة الداخلية بتبذل كل الجهد في أن هي بترعى ذوي الإعاقات الخاصة وخاصة المكفوفين طبعا، فليهم كل الشكر. وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، انطلقت وفود من ضباط الشرطة بمختلف مديريات الأمن للاحتفال مع ذوي الإعاقة البصرية باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث قامت تلك الوفود بزيارة مدارس المكفوفين وأهدوهم هدايا تذكارية بهذه المناسبة
إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية تقديم الدعم والمساندة لهم. في هذه الاحتفالية استلمنا العصاية البيضاء وبعض الأشياء الأخرى لكي تكون معاونا لنا في حياتنا. أحب أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من المجهودات التي يبذلها من أجل المكفوفين. طبعا الهدايا دي يعني شيء يسعد أي طالب مننا. أحب أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لنا من بداية مشواره. وقد لاقت تلك الزيارات إشادة كبيرة من مسؤولي المدارس والمكفوفين لاهتمام ودعم وزارة الداخلية لهم وما تقدمه من تيسيرات في كافة المواقع الشرطية ليحصلوا على خدماتهم في سهولة ويسر. واحتفالا بهذه المناسبة أيضا أتاحت وزارة الداخلية استخراج الأوراق الثبوتية والخدمية كمصدرات الأحوال المدنية وجوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية مجانا على مستوى الجمهورية وعلى مدار أسبوع. وتؤكد وزارة الداخلية من خلال مشاركتها في تلك المناسبات على دورها الاجتماعي والإنساني في دعم كافة فئات المجتمع المصري. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهتمام من وزارة الداخلية زي ما تابعنا في التقرير بالمكفوفين، واهتمام من الدولة بشكل عام والقيادة السياسية بذوي الهمم، والتأكيد دايما زي ما بنتابع تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم ذوي الهمم ورعايتهم بشكل مميز جدا وشكل كبير. دي مشاهدينا كانت أخبارنا معاكم في هذا الصباح. استنونا بعد الفاصل وزميلتي ميرفت واستعراض في بلاط صاحبة الجلالة أهم العناوين والمنشطات الصادرة في الصحف والمجلات وفقراتنا الحوارية المختلفة. ابقوا معنا.